نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيلما توضيحيا حول مبادرة 100 مليون صحة من حيث جدولها الزمني وأهميتها في إطار خطة بناء الإنسان المصري. مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. جاي علشان اطمن على نفسي واشوف اذا كان عندي فيروس او عندي اي حاجه او ضغط او سكر. ونشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله اللي هو عاملها دي. الدكاتره هنا والناس كلها يعني شايفه شغلها على اكمل وجه، ودي مبادره جيده جدا من السيد الرئيس، ربنا يخليه لنا ويحفظه لنا. وانا لسه عامله التحليل ومنتظره النتيجه لما تطلع. الدكاتره مش مقصرين معانا في اي حاجه، دخول بنظام والخروج بنظام، وطبعا الحمد لله دخلنا وخرجنا الحمد لله طلعت النتيجه سلبيه، ما فيش اي حاجه والعلاج موجود بالمجان. التحليل ده كويس جدا للناس كلها ولعامه الشعب، وانا مبسوطه جدا وان شاء الله خير، ودي حاجه كويسه جدا للشعب المصري ولعامه الشعب الغني والفقير. المرحله الثانيه بدانا من يوم 1 ديسمبر وهتستمر ان شاء الله لمده 3 شهور لحد 28 فبراير. الفئه المستهدفه كل الافراد من الجنسين فوق 18 سنه. شرط مهم جدا ان انا الشخص اللي هيجي يتقدم علشان يتعمل له فحص في المبادره لازم يكون معاه رقم القومي، يكون ساري المفعول. الحمله دي حمله هدفها سامي جدا وجميل جدا، لان مصر معروف عنها في العالم انها اكتر منطقه فيها انتشار لمرض فيروس سي. فبجهود سياده الرئيس وجهودنا كلنا ان شاء الله بنحاول نرفع مصر من هذه الازمه، وبنعمل مسح لكافه المواطنين لحاجه غير مسبوقه اعتقد لا في تاريخ مصر ولا في العالم. وان شاء الله مصر هتحقق المستهدف بتاعها